فمشيت وصحفيين كانوا بيطالبوني بالاعتزال، كان في صحفيين وكان حد فيهم موجود انا ولا لا معرفش، كلمني قال لي تعتزل. قلت له انا الوحيد، او في مؤتمر صحفي كان زي ده برضو كان بنقدم لعيبه جداد، قلت له انا الوحيد اللي اقدر احدد ميعاد اعتزالي طول ما انا قادر هبقى قادر يعني. دلوقتي والناس كلها بتقول لسه قدامك كتير ولسه قادر وبدنيا موجود وفنيا موجود، بقول لهم لا خلاص هنا. هنا عايز ارتاح خلاص، مش قادر. أنا الوحيد اللي كنت أقدر أقول إمتى أطلع من الملعب وإمتى أبقى قادر أكمل، فإن شاء الله النهاردة أنا بعلن ميعاد اعتزالي الكورة يوم 11/5 في الإمارات إن شاء الله، يعني سامحوني طبعا أنا ما يعني غصب عني. دي حاجة اديتها كل حياتي كورة، كنت عايش من ليها أوس، فدي لحظة صعبة مش سهل عليا، أتمنى أتمسك أكتر من كده. فإن شاء الله يعني مستني من جمهور النادي الأهلي تشريف إن شاء الله، تشرفوني آخر يوم ليا في الملعب يوم 11/5 في الإمارات استاد عز بن زايد.